انطلقت في بلدية وادي البوانيس حملة توعوية تحت شعار حقي في التعليم واجب وطني. الحملة تهدف إلى نشر توعية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والتعلم على مستوى ليبيا. يشار إلى أن الدورة تستمر 5 أيام. انطلقت في بلدية زوارة المرحلة الأولى لمشروع تطوير وترميم كورنيش زوارة. مراحل المشروع تشمل التنظيف والتهيئة لإنشاء أرصفة ومواقف سيارات إضافية وإنشاء مرافق صحية عامة على طول الشاطئ، بالإضافة إلى توفير إنارة كاملة تحت إشراف المجلس البلدي زوارة بالتعاون مع شركة جسر العالم للمقاولات والاستثمار العقاري. أتلف جهاز الحرس البلدي أبو سليم كمية من المواد الغذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية. المواد التي جرى إتلاف عقب مصادرتها أثناء حملة تفتيش قام بها أفراد الحرس على عدد من المحال التجارية بالبلدية. أقيمت في بلدية بنغازي دورة تدريبية في مجال إدارة المخزون الدوائي. الدورة استهدفت أمناء المخازن والصيادلة بالعيادات والمراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية تحت إشراف شركة الديوان لاستيراد الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية